السلام عليكم. هلو everybody, I hope you're doing well. في هذا الفيديو ان شاء الله غندير الدرس ديال reported speech. هذا الدرس مهم بزاف, ديما كتحط في الامتحان الوطني, واهم حاجة في الدرس هذا هو ال tenses, يعني الله يطلع عليكم. حاولوا يعني تراجعوا تفهموا كاع التنسز ديال اللغة الإنجليزية, ولا على الأقل 8 ديال التنسز الأساسيين, 8 و 7 الأساسيين اللي هما ال simple present, present continuous, present perfect, وال simple past, past continuous and past perfect, و future simple, future continuous و future perfect. اوكي, هادو هما الأزمنة الأساسيين اللي خصكم تعقلوا عليهم. حيت هاد الدرس كامل, هاد ريبورت سبيتش كامل مبني على تنسز, على تحويل ديال الأزمنة. اوكي, ليتس جيت ستارتد. نشوفوا اشنو هو ريبورت سبيتش. في ريبورت سبيتش عندنا دايركت سبيتش وعندنا اندايركت سبيتش. دايركت سبيتش ريبيتس ذا اكزاكت ووردز ذا بيرسون يوزد اور how we remember their words, يعني الكلام المباشر وكذا الكلمات الدقيقة التي يستخدمها الشخص أو كيف نتذكر كلماتهم بالضبط. For example, Barbara said, I didn't realize it. It was midnight. Barbara said, I didn't realize it was midnight. يعني باربارا قالت هذا الشيء, وباش عرفناهم حيتاش عاودنا نفس الكلمات ونفس الكلام اللي قالته, ودرنا هاد المعقوفتين هنايا باش نعرفوا باللي هاد الكلام مباشر, يعني ماشي منقول. اوكي, غير مباشر, واحد الشخص قال واحد الحاجه. indirect speech ولا الكلام غير المباشر, the original speaker's words are changed. في الكلام غير المباشر تتغير كلمات الشخص المتحدث الاصلي, يعني تنغيروا الكلمات ديالو. مثلا هاد الجملة نفسها, for example, Barbara said she hadn't realized it was midnight. هنا بدلنا, عندنا هنا didn't ولات had not ولا hadn't. okay, عندنا هنا didn't realize, هنا ولات عندنا hadn't realized. هنا عندنا simple past, هنا عندنا past perfect. وهاد القضية في الـ report speech ديما ترجعوا خطوة إلى الوراء. مثلا كان عندي present كيولي past. okay, مثلا present simple كيولي past simple, present continuous كيولي past continuous, present perfect كيولي past perfect, و simple past كيولي past perfect. عندش هو الزمن ولا الباست اللي قبل simple past, و الباست بيرفكت كيبقى باست بيرفكت ما كيتبدلش. So when changing from direct speech to indirect ولا report speech, كيسمى report speech ولا indirect speech, there are a few key steps to follow. كاين بعض الكلمات ولا بعض الخطوات اللي خصنا نتبعو. الخطوة الأولى, change the verb tense. The verb tense, the original statement will often need to be changed to match the time frame in which the reported speech is being given. For example, if the original statement was made in the simple the present tense, it will need to be changed into the past tense when reported. يعني نحتاج الى تغيير زمن الفعل في الكلام الاصلي يتناسب مع الاطار الزمني الذي يعطي ولا يعطى فيه الكلام المنقول. على سبيل المثال, إذا كان الكلام الأصلي مقدما في زمن الحاضر فيكون من الضروري تغييره إلى زمن الماضي. هادشي اللي قلت لكم دابا, ديما ترجعوا خطوة إلى الوراء. كان عندنا present كيولي past, كان عندنا الحاضر كيولي ماضي, كان عندنا مثلا الماضي كيولي ماضي تام ولا past perfect. ثانيا, change the pronouns, تنغيروا الضمائر. The pronouns used in the original statement will often need to be changed to change or to match the person speaking in the reported speech. For example, if the original statement was made by I, it will need to be changed to he or she. يعني نحتاج إلى تغيير الضمائر المستخدمة في الكلام الأصلي تتناسب مع الشخص الذي يتحدث في الكلام المنقول. على سبيل المثال, إذا كان الكلام الأصلي مقدما من قبل ولا من قبل أنا
كان عندي مثلا انا اي كيولي هو ولا هي على حسب شكون كيهضر. alright يعني كنبدلو عاوتاني اشنو كنبدلو الضمائر. كان عندي مثلا اي كيولي هي ولا شي. كان عندي مثلا وي كيولي ذي وكي الى اخره. reporting verbs كنستعملو عاوتاني واحد الافعال كيتسمى reporting verbs اللي هما said told ولا asked الى اخره. I used to indicate that the words being spoken by being being spoken are being reported or not directly quoted. يعني يتم استخدام الافعال الخاصه بالتقارير ولا ب انني بغيت نقول شي حاجه نقل الكلام ديال شي واحد مثلا قال هي said اخبر told سال asked وما الى ذلك للاشاره الى ان كلمات المتحدث متحدث بها يتم تقديمها كتقرير او نقل وليس كاقتباس مباشر. يعني هاد الكلمات هادو ولا هاد الجملة هاد الكلام اللي قالو هاد الشخص كنحاولو نبينو بلي ما قالوش مباشرة, يعني هذا غير نقل عن هذا الشخص. غنشرحو هادشي بالتفاصيل. change the time expressions كنغير عاوتاني العبارات ديال الوقت ولا ديال الزمان. يحتاج تعبيرات الزمن في الكلام الأصلي إلى أن يتم تعديلها يتناسب مع الإطار الزمني الذي يتم فيه تقديم الكلام المنقول. كنحول أو تاني العبارات ديال الزمن ولا ديال الوقت. change adverbial of place يعني كنغير أو تاني الكلمات ولا العبارات ديال المكان. يجب تعديل الكلمات للظروف المكانية في الكلام الأصلي تتناسب مع الموقع الذي يتم فيه إعطاء الكلام المنقول. rearrange the statement كنحاولو نعاودو ترتيب ديال الجمل. the word the sentence should be rearranged so that the reporting verb comes before the reported speech. يعني هالكلام هالverb اللي قلت دابا هذا اللي شرحت ليه دابا هنايا ديال asked ولا told ولا said فين كنديرو كنديروهم قبل الكلام اللي بغينا نديرو ليه نقلوه. اوكي كنديرو قبل الكلام ماشي من بعد الكلام. right في reported speech عندنا ثلاثة ديال الأشياء ولا ثلاثة ديال الأنواع ديال الكلام المنقول. عندنا report statement يعني جملة منقولة ولا جملة عادية منقولة كلام منقول. عدنا أو تاني reported questions الأسئلة المنقولة وعدنا reported commands الأوامر المنقولة. نبدأ ب reported statements ولا كلام منقول. tense changes in the indirect speech كيفاش كنحولو واحد الجملة من الكلام مباشر الى كلام غير مباشر ولا من كلام عادي الى كلام منقول. نبداو بالدايركت سبيتش. عندنا مثلا سيمبل باس كيولي باس سيمبل. مثلا شي اولويز ويرز ا كوت كتولي شي سيد ذات. هنا ذات هي اختياريه بغينا نديروها نديروها ما بغيناش اختياريه ما نديروهاش. شي اولويز وير ا كوت نعدي وير ولات وير في الباست. بريزنت كونتينوز I'm looking for my keys. هذا present continuous. كيولي past continuous. كيولي she said she was looking for her keys. هنا هاد I كيولي كيولي she. انتش الشخص اللي كيهضر انت. كان عندي مثلا الشخص اللي كيهضر ذكر غندير هي. اوكي. she has written three letters for her friends. غنقول مثلا she said that she had written three letters for her friends. عندي هنايا present perfect ولي كيولي past perfect. past simple my friend gave me a bar of chocolate كيولي past perfect كيولي she or he said sorry his friend had given him هنا me كتولي him a bar of chocolate. ندوزو دابا change the modal verbs في الـ reported speech. modal verbs هما can, may, must إلى آخره. مثلا direct speech I can مثلا I can do it تولي في reported speech could he said he could do it may
مثلا may I go out تقولي he wanted to know if okay he might تقولي might go out يعني may تقولي might must she must apply for the job تقولي for report speech he said that she must ولا had to يعني had must for report speech ممكن تبدلش كتبقى must ولا ممكن نعوضوها بكلمة أخرى اللي هي had to apply for their job well they will call you هذه for report direct speech for report speech تقولي would يعني he told her that they would call her changes in expressions يعني تغيير في العبارات نبدأ بالعبارة الأولى اللي هي now في direct speech تقولي then now هي الآن تقولي في ذلك الوقت then مثلا the children are playing outside now تقولي he said that the children were playing outside then today هي اليوم تقولي that day في report speech مثلا I've got a piano lesson today تقولي she said that she had got a piano lesson that day here تقولي there مثلا put the parts here he told us to put the parts there this تقولي that مثلا I shall be busy this week تقولي she said she would be very busy that week tomorrow تقولي the following day ولا the next day ولا the day after مثلا I will leave for New York tomorrow she said that she would leave for New York the next day ولا the following day ولا the day after بحال نكملوا العبارات عندنا next week تقولي the following week ولا the next week ولا the week after okay. مثلا I have an appointment next week تقولي she said that she had an appointment the following week yesterday تقولي the previous day ولا the day before مثلا our English teacher quizzed us yesterday تقولي the day after ولا the previous day they said their English teacher had quizzed for them the day before last week تقولي the previous week ولا the week before مثلا we said an awful ولا we had an awful earthquake last week they told us he had had an awful earthquake the previous week ago تقولي previously ولا before مثلا The letter came a few days ago. تقولي he said the letter had come a few days before. Tonight تقولي that night. مثلا I'm going for a beer with Carl tonight. تقولي he said that he was going for a beer with Carl that night. نشوفوا تحويل ديال الضمائر pronoun changes in indirect speech عندي مثلا I direct speech في report speech تقولي هي ولا شي okay. مثلا he said I like music تقولي he said that he likes music we تقولي they okay. Mike and Tom we play football Mike and Tom told me that they played football. You تقولي I, he ولا she ولا we ولا they على حساب شكون كيهضر. مثلا John can you see me تقولي John asked me if I could see him. They تتبقى they she تتبقى she he تتبقى هي تهي it تتبقى it مثلا They said it is raining. تقولي they said that it was raining. دوسو دابا reported questions.
So we use the normal order of the words in the reported questions. يعني كنستعملوا الترتيب الطبيعي للكلمات في الأسئلة المنقولة. كما أنتم عارفين في الأسئلة في اللغة الإنجليزية كنقلبوا الجملة، مثلا عندي مثلا you are watching كتولي are you watching، مثلا you watched كتولي did you watch and so on. مفهوم؟ يعني ديما كنقلبوا الجملة، ولكن في الأسئلة المنقولة كنخليو الترتيب الطبيعي، يعني كنخليو الترتيب كما هو، مثلا you said مثلا ولا you are watching إلى آخره. The subject comes before the verb، ولا الفاعل subject يجي قبل الفعل. And it is not necessary to use do ولا did، يعني وماشي ما خصناش نستخدمو do ولا did في الأسئلة. أي يأتي الفعل قبل الفعل، وليس من الضروري استخدام do ولا did. مثلا عندي شي examples هنايا. Direct speech where does Peter live؟ كتولي في the indirect speech كتولي she asked him where Peter lived. Where are you going؟ كتولي she said where I was going. Why is she crying؟ كتولي he said why she was crying. مفهوم؟ يعني كنخليو الترتيب الصحيح ديالو الترتيب الطبيعي، ماشي بحال هكا كنقلبو الجملة. نبداو بالأسئلة اللي كنجاوبو عليها بياس ولا نو، كما درنا في الدروس السابقة ديال الكويشنز. الكويشنز فيهم جوج أنواع ديال الأسئلة، الأسئلة اللي كنجاوبو عليها بنعم ولا لا، والأسئلة كيبداو بدبليو اتش اللي كيتسماو دبليو اتش كويشنز اللي كيعطيونا معلومات مزيد من المعلومات إضافية. نبداو بالأسئلة اللي كنجاوبو عليها بياس ولا نو، أسئلة كنجاوبو عليها بنعم ولا لا. This type of questions is reported by using ask plus if ولا whether plus the clause plus الجملة. يعني كنستعملو ask زائد ال if ولا whether plus the verb ولا plus الكمالة ديال الجملة. مثلا في direct speech كنقول مثلا do you speak English؟ في indirect speech كتولي he asked me if I spoke English. راه indirect speech راه هي نفسها reported speech، نفس الشيء. اوكي، غير هنايا كنقولو indirect speech الكلام غير المباشر، حيت هو غير مباشر ما قالوش الشخص اللي كيهضر، وهنا كنقولو كلام منقول، يعني واحد الشخص نقلنا الكلام ديال واحد الشخص لشي شخص اخر. اوكي، يعني كنقول هي asked me if، هنايا ما استعملش دو ولا ديد حيتها استعملت الترتيب الطبيعي ديال الفعل ودرت اف، وطبقت نفس القاعدة ديال reported speech اللي هو الأزمنة، كان عندي مثلا شي ضمير كنبدلو إلى آخره. مثلا هنا عندي يو كتولي مي، اي كتولي اي، يو كتولي اي، هنا عندي الزمن في simple present كيولي past simple. اوكي، Are you British or American؟ كتولي he asked me whether I was British or American. Is it raining؟ كتولي she asked me if it was raining. هنا عندي في الزمن ديال present continuous، هنا كتولي عندي في الزمن ديال past continuous. نرجعو ديما خطوة إلى الوراء، كان عندي مثلا past كيولي sorry كيولي عندي present كيولي past، كان عندي مثلا ال past كيولي past perfect. Have you got a computer؟ كتولي he wanted to know ولا he said بحال بحال whether I had a computer. Can you type؟ كتولي she asked if I could type. هنا عندي can كتولي could. Did you come by train؟ He inquired ولا he asked whether I had come by a train. Have you been to Bristol before؟ كتولي she asked if I had been to Bristol before. الكلمات ولا الأسئلة اللي كنجاوبو عليها مزيد من المعلومات كيبداو ب WH questions، كيسمو WH questions. This type of questions is reported by using ask
or another verb like asked ولا asked إلى آخره ولا inquires إلى آخره ولا wanted to know plus question word يعني هذيك الأداة ديال الاستفهام مثلا what ولا where ولا when ولا how ولا why who إلى آخره plus the clause. The clause contains the question is in normal word order or with the necessary time change. يعني كنستعملوا الترتيب الطبيعي ديال الأسئلة وكنغيروا الأزمنة كما العادة وكنغيروا مثلا كان عندي واحد العبارة ديال الزمن والمكان كنبدلها كان عندي مثلا واحد الضمير كنغيروا إلى آخر. مثلا direct speech what is your name he asked me كتولي he asked me what my name was ديما كنبداو بهذيك wh word ولا الكلمة ولا الأداة للاستفهام. How old is your mother he asked how old her mother was. The policeman said to the boy where do you live. The policeman asked the boy where he lived. What time does the train arrive she asked. كتولي she asked what time the train arrived. When can we have dinner she asked when they could have dinner. Peter said to John where are you why are you so late. كتولي Peter asked John why he was so late. الأوامر المنقولة ولا reported commands تهما عندهم واحد القاعدة خاصة بهم هادو ساهلين علاش عندش ما كنبدلش الأزمنة كنخلي الفعل في الانفينيتيف اوكي كنبدل غير كان عندي شي ضمير ولا شي عبارة ديال الزمن ولا المكان وما كنبدلهم اما الأزمنة ما كنبدلهمش انتو معايا مزيان في ال reported questions of reported command ولا reported statement هادو كنبدلو فيهم الأزمنة كنعدي مثلا simple past كيولي past perfect كيولي عندي ولا كنعدي مثلا simple present كيولي simple past إلى آخره ولكن reported command ما كنبدلش الأزمنة اوكي كنبدل غير لكن عندي شي ضمير ولا شي حاجة. So when we report an order ولا instruction we use the form ask ولا tell someone to do something يعني ملي كنبغي نقول واحد الامر ولا واحد مثلا طلب ولا شي حاجه كنستعمل يا اما ask ولا tell في infinitive. When we change an imperative from direct speech to indirect speech we use the verb told. ملي كنستعمل واحد يعني imperative واحد الامر كنستعملي اما told ولا ordered ولا commanded and we use infinitive with وكنستعمل الانفينيتيف اللي معناته غنشرحوا هذا الشيء بمزيد من الامثله. مثلا open the door هذا امر يعني افتح الباب امر اوكي كان امر كنأمر شي واحد ولا كنطلب من شي واحد انه يدير لي شي حاجه هذه direct speech تولي في indirect speech he told me to open the door يعني هنا بدلت الضمير درت to plus the verb ما بدلتوش بقى في infinitive okay ودرت told. Stop talking تولي he ordered me to stop talking. When we change a negative imperative from direct speech to indirect speech تولي we must also use the verbs told, ordered, commanded, or put, and put the word not before the infinitive. ملي كنستعمل واحد امر منفي في نيجاتيف في هذه الحاله خاصني نستعمل عاوتاني ما يعني must use told ولا order ولا commanded ولكن خاصني نستعمل not قبل الانفينيتيف. Don't close your books. The teacher told the student not to close their books. Don't move your car. The police officer ordered the man not to move his car. Don't say a word. She told us not to say a word. Okay, ديما كنستعمل not قبل infinitive.
مزيد من الامثله. open the door he ordered me to open the door. don't answer the phone she told me not to answer the phone. don't be back late he ordered me not to be back late. the teacher can you turn off your cell phone? the teacher asked me to turn off my cell phone. john will you call me later? John asked me to call him later. And me let him. Okay, بدنا الضمائر. My mom, can you come visit me soon? My mom asked me to come visit her. And عندي me let her. نشوفوا دابا واحد exercise واحد التمرين. So exercise, complete the sentences in the reported speech. Note whether the sentence is request, statement or a question. يعني غنحولوا هاد الجمل هادو الى reported speech والكلام المنقول. مثلا الجمله الاولى, نبداو بالجمله الاولى. he said i like this song. هنا بدل الجمله ب he said. اوكي اشنو غادير دابا؟ اول حاجه غتحيد هاد المعقوفتين وهاد الفاصله وهاد الشيء غتحيدهم. عندك هنايا i اي كتولي هي ولا شي, انا عندنا هي ولا شي, عندنا هي يعني غندير هي. لايك مصرف عندنا في السيمبل بريزنت في الحاضر, كيولي في الماضي, كيولي في السيمبل باست. هنا عندك ذيس كتولي ذات. اوكي وكنكمل الجمله. هادو هما التغييرات اللي خاصني نغير, يعني خاصني نبدل الضمائر الازمنه و العبارات ديال الزمن والمكان. مثلا هي سيد كنقول هي لايكس that song. يعني he ولا I ولا he, like ولا liked في الباست, this ولا that. number two, where is your sister? she asked me. غنقول she asked me, غنخلي هذه نحطها هنايا, هاد where غنحطها هنا. okay where, هنا عندي الجملة فيها questions مقلوبة غنقلبها غتولي جملة عادية, يعني الفعل كيجي من بعد السابجكت كتولي مثلا your sister is. okay your sister is. هنا عندي is مصرف في simple present كتولي past simple. هنا عندي your your كتولي يعني my. okay your كتولي my, يعني كتولي بحال هكا where my sister was. هنا عندي where حطيت هنايا, your ولات my, و verb to be is ولا was. الجملة الثالثة المثال الثالث, I don't speak Italian she said. هنا عندي she said, اشنو غنبدل هنايا؟ I كتولي شي, حيت عندنا هنايا كيهضر شي, غنبدل شي هنايا, حيت الضمير هنا هو شي والشخص المتحدث أنت. هنا عندي don't speak, هذا زمن اشنو؟ زمن present simple, غولي با سيمبل. اوكي وغنكمل الجمله, يعني غتولي بحال هكا she didn't speak Italian. say hello to Jim they asked me. هذا هذا command ولا request, يعني طلب ولا امر, يعني سهل. they asked me, هنا عندي الفعل اللي هو say غندير قبله to وغنكمل الجمله. اوكي يعني غتولي بحال هكا they asked me to say hello to Jim. the film began at 7 o'clock he said. غتولي بحال هكا سهله, يعني he said the film. هنا عندي began غتولي had began at 7 o'clock, يعني the film he said the film had began at 7 o'clock. غتحاولوا تجاوبوا على هاد الجمل اللي بقاو. اوكي نمبر 6 7 8 9 10. تبدلوا الازمنه لو خصكم تبدلوا الازمنه, غتبدلوا عاوتاني الضمائر لا تمشي ضمائر, غتبدلوا الضمائر العباره ديال الزمن والمكان. ولا كان عندكم كويشنز غتقلبوا الجمله وغديروا دبليو اتش وورد في الاول, ولا الا كان عندكم يس نو كويشنز غديروا اف في الاول. وصلنا لنهاية الفيديو, شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.